اللي يزين الإنسان وشخصية الإنسان شنو؟ الفلوس، الجاه، السيارة، الأراضي. مو يقول ذاك رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده المال، رأيت الناس من فضة إلى من عنده الفضة، رأيت الناس قد ذهبوا ها إلى من عنده. بس هو هذا اللي يزيد الإنسان؟ يعني عندك مال وانت بخيل بيها فايدة؟ اللي يزين الإنسان علم معه حلم، مال معه مروة وكرم، هذا اللي يزين الإنسان. ترى حتى علم من دون حلم هم زحمة، عدل أم عدل؟ أكو فد عالم مع احترامي للعلماء يعني، بس مو كلهم بعد، يا أخي ما تجرأ تسأله سؤال. كهرباء، كهرباء بسرعة يعنتر، ها بسرعة يشوق، بابا على راحتك تمام، شوي شوي انفتح الناس. روح انت حاضر للناس، لا لازم انا ادعى. ليش انت روح بادر؟ عدل ام عدل؟ تواضع يا يعني. مشيهم التواضع، عدل ام عدل؟ اكسب الناس، خليك حباب لطيف مبتسم، عدل ام عدل؟ اما جاف غليظ زحمه، تمام يا مو تمام. ولو واحد غلط عليك خل عندك سعة صدر، تمام يا مو تمام، لا تطيش بيه، هذا جاهل زين. علم معه حلم. الإمام مو بس عنده علم، الإمام عنده علم الأولين والآخرين، ويعلم ما في الجنة وما في النار، وعالم، وعند الجفر الأبيض والجفر أحمر، وعنده مصحف فاطمة ومواريث الأنبياء وعصا موسى، كل عنده الإمام. بس على وعلى ذلك عنده حلم، هذا احنا نريده، هذا لازم نتعلمه من الإمام سلام الله عليه.